عقدت جامعة زاخو جلسة حوارية لمناقشة وتسليط الضوء على أهمية دور العلماء الكرد في تطوير الفكر العلمي، خاصة في مجالات العلوم التطبيقية والتجريبية. بما أني مختص بتاريخ العلم، لذلك قضيت فترة من الزمن بالبحث عن تاريخ الفكر العلمي الكردي، وفي الحقيقة توصلت إلى جملة من النتائج، وأن الكرد لهم دور كبير في العلوم التجريبية والعلوم التطبيقية. لذلك ألفت كتابين، الأول هو دور العلماء الكرد في العلوم التجريبية والتطبيقية، بصورة خاصة الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والصيدلة وعلم الحيوان وعلم النبات وفلسفة العلم والموسيقى والغناء، وإن العلماء الكرد لا يقلون أهمية على العلماء الفرس أو العلماء العرب أو العلماء الترك، ولهم إنجازات علمية متميزة. هذه الجلسة التي تعقد لبيان أهمية علماء الكرد حقيقة جلسة هامة، وبإدارة كلية العلوم الإنسانية في جامعة زاخو. أهمية هذه الجلسة من أهمية العنوان، وهو أثر علماء الكرد في خدمة هذه البلاد. أهمية هذه الجلسة للطالب أنه يعرف التراث ويتأثر ويقتدي بهؤلاء العلماء، كما خدموهم في فترة من الفترات كذلك هم يقتدون آثارهم ويخدمون كما خدموا.